تعظيم النبي، تكريم النبي، تقدير النبي من الواجبات اللازمة على الأمة الإسلامية، وعكس ذلك الإساءة إلى النبي وتوهين النبي صلى الله عليه وآله يعتبر من أعظم المحرمات والحرمات ومن كبائر الذنوب. فقد اتفق المسلمون بأجمعهم على حرمة الإساءة وتوهين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الإساءة وتوهين جميع الأنبياء والرسل والمقدسات، فإن هذه من أكبر الجرائم التي لا يجوز للشخص أن يهين النبي صلى الله عليه وآله. كما قلنا لكم، من يتسمى باسم النبي لا يهام، فكيف بالنبي؟ ولهذا حتى اسمه الشريف، هناك من أفتى من العلماء بحرمة مس اسمه الشريف من دون وضوء، من دون وضوء، حتى لو كان الاسم مقصود به شخص، لكن بنام اسمه محمد لا تمسه من دون، هذا في غاية التكريم للنبي صلى الله عليه وآله. فالتوهين النبي وعدم احترام النبي في أي أمر كان يتعلق به، هذا من المحرمات ومن الأفعال الشنيعة المجرمة. ولهذا مع الأسف حقيقة أن نجد أن تصدر هذه الإساءات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تزال هذه الإساءات تتكرر سنة بعد سنة، ومما يؤسف له أن يصدر هذا الشيء في مجتمعات تدعي التطور وتدعي الثقافة وتدعي احترام الحقوق للآخرين وتدعي احترام الأديان، ومع ذلك تجد أنه تصدر هناك إساءات وتطاولات على رمز من الرموز الإسلامية التي يتبعها أكثر من 1.5 مليار شخص في العالم، لم تحترم هذه القدسية في هذا المقام، وتظهر لنا تلك الرسومات المسيئة، وتبرر هذه الرسومات أنها ردة فعل لفعلا صدر من بعض من ينتمي إلى الإسلام. هل هذا مبرر؟ وإن صدر بعض الأفعال المسيئة من بعض أتباع، لا تحمل شريعة أو لا يحمل دين لفعل شخص، وإلا لو أردنا أن نحمل لن استطعنا أن نحمل النصارى الكثير من الأشياء التي قد اقترفها المسيحيون في طوال التاريخ، وكذلك أن نحمل اليهود وشريعة نبي الله موسى بما ارتكبه اليهود وما زالوا يرتكبون، لكن هل نحمل؟ لا يكون أن نحمل ديناً أو نحمل دولةً أو نحمل جماعةً أو نحمل كياناً بفعل قد صدر من أحد أتباعه. فكيف تحمل الشريعة الإسلامية ما صدر من بعض؟ وإن كنا لا نرتضي صدور الأعمال القبيحة والسيئة، ولكن لا يكون هذا مبرراً للاعتداء على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم والاعتداء على المسلمين. إذن هنا يأتي دور النصرة، قال الله تعالى ونصروه، وهذا الحق الثالث، أنه عندما يتعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأي اعتداء أو غيره لا بد من نصرة النبي. لا تقول لا شأن لي بالنبي وما صدر، عليك أن تنصره بما تستطيع، بما تقدر من نصرة، أن تنصر نبيك صلى الله عليه وآله، ولو بماذا؟ ولو بنشر إيقونات تدلل على عظمة النبي صلى الله عليه وآله. لو تجعل شعار النبي في حسابك الواتساب والإنستغرام وغيره، هذا نوع من النصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيراً قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذا الحق الأخير وهو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وآله أن نتبعه في منهجه، فيما جاء به، أن نقتدي به، لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، هذا من الأمر اللازم.